عندنا انفراد مهم جدا بننفرد بيه، مهم جدا في النادي الاهلي. عندنا انفراد مهم جدا في النادي الاهلي. النهارده ركز معايا، النهارده حصل اتصال هاتفي ما بين مستر بيتسو موسيماني والكابتن محمود الخطيب. أقول تاني، النهارده حصل اتصال هاتفي ما بين مستر بيتسو موسيماني والكابتن محمود الخطيب. اللي جاي يسعدني جدا، لان انا من درويش موسيماني وبحبه وعايزه يكمل، وكمان انا من الناس اللي عايزه الكابتن محمود الخطيب، انا معاه، انا خلف الكابتن محمود الخطيب قلبا وقالبا. انا الكابتن محمود بحبه وبحترمه، واللي عايزه انا معاه. خد بقى الانفراد، موسيماني يبلغ الكابتن محمود الخطيب رسميا على قبول كل شروط النادي الأهلي دون أي قيد ودون تعليق، وأن جلسة السبت مساء ستكون لوضع النقاب على الحروف وتلبية ما يريده النادي الأهلي. أهو تاني، أقول تاني، موسيماني يبلغ الكابتن محمود الخطيب رسميا منذ ساعات بقبول جميع الشروط، وأن جلسة السبت القادم مساء ستضع النقاط على الحروف في تلبية جميع ما يريد الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي. وبكده وعلى مسؤوليتي الشخصية، موسيماني قاعد وسيتم تفعيل تمديد العقد لمدة سنتين طبقا لرغبة الطرفين. موسيماني يوافق على جميع شروط النادي الأهلي، والأهلي عايز استقرار، ولذلك في الاجتماع أول كلمة قالوها: أنت مرحب بيك، ولكن عندنا 1 2 3 4. على فكرة موضوع انه اتأخر من الجمعة للسبت، خد مني، في تفاهمات وما عملش زعل بالشكل اللي سربه البعض، لانها الدنيا مش عافية، في بعض التفاهمات، في كذا 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 ظروف ايا كانت، سفر راح جه، بناء عليه الراجل سفره بدل من الجمعة السبت. ولكن الانفراد اللي انا بأطلقه على الملأ حاليا، موسيماني يوافق على كل شروط النادي الاهلي حصريا لعبد الناصر زيدان. استاذ احمد السيد مراسلنا في النادي الاهلي، السلام عليكم يا استاذ احمد. السلام يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا. انا قلت اخطف الانفراد ده بسرعه، ربما المعلومات اللي عندي توصل لاي قناه او اي حد تاني. طبعا يعني كالعاده مليئه بالانفرادات. اتفضل يا استاذ احمد، تعليقك وردك. بحييك وبحيي كل الناس اللي بتتابعنا في كل مكان يا استاذ عبد الناصر. يعني يمكن احنا على مدار الساعات الماضيه متابعين لوتيره الاحداث والعلاقه اللي كل يوم فيها جديد ما بين موسيماني وما بين النادي الاهلي، وعلى عكس دايما ما يردد البعض او بيتوقع، لان احنا دلوقتي بينا بنعيش صحافه التوقعات بعض الشيء، صحافه التكهنات، للاسف ناس بتشتغل على هذا يعني الشكل او بهذا الشق. ولكن يمكن وضحنا جلسه موسيماني مع اداره النادي الاهلي او لجنه التخطيط وشركه الكوره وطبعا الكابتن محمود الخطيب. ولكن زي ما حضرتك بتقول، يمكن الساعات الماضيه الموضوع متطور بعض الشيء، واكد موسيماني، وبحيي حضرتك على الانفراد، في رغبته في الاستمرار في النادي الاهلي.
رغبته في الاستمرار في النادي الاهلي، ويمكن هو حتى وضح وقال انه ما لا عندوش اي ولو النبي مشكله. لازم تكمل الرغبة في الاستمرار وقبول جميع الشروط، يعني احنا لا في خناقة ولا عركة زي ما الإعلام مصورها، اللي لا انتوا خالص عايزينه خالص وصالح النادي الأهلي يجمعنا جميعا. بالظبط. هو قال لك انا عندي حلم ومشروع تعهدت هنا في النادي الاهلي على تنفيذه، آه وانا على هو وعد على فكرة وعلى وعد. قال للكابتن محمود الخطيب كده حرفيا، سنكمل مشروعنا سويا. صح، خصوصا زي ما بقول لك زي عبد الناصر، هو شايف ان في خطه طويله الاجل هو شغال عليها، شايف في دعم من جماهير النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت هو كان يمكن في البدايه ما كانش متقبل هذا النقد، ولكن ابتدى يستوعب ان في لجنه كوره، في مجلس اداره، في شركه كوره بتحاسب وتوجه، يعني ده الجديد، هو ما كانش بينتظر ده، لا بتوجه. مش عيب لما تقول لك محتاجين ندعم الجهاز الفني، مش محتاجين، عيب مش عيب يعني انها تقول برضو ان احنا محتاجين نغير بعض الامور التدريبيه، فتره الاراحات، استخدام مباريات وديه، طريقه التعامل مع الاعلام في حد ذاتها. يمكن حتى كابتن محمود الخطيب وحضرتك تعلم انتقدوا في جلسته الاخيره على كثره احاديثه مع وسائل الاعلام في جلسته. انا النهارده سالت مصدري وهو صديق مقرب لمستر بيتسو موسيماني، وببعت له الفيديوهات وبيترجم له بعضها، ويعلم ان انا مساند شرس لموسيماني يعني. ف سالته هذا السؤال، قال لي يا ريت توضح ده، موسيماني مع الاعلام المصري متزن جدا ولا يتعدى المرسوم ليه من النادي الاهلي، ولكن هو في فعلا اسهاب او حقيقي تصريحات كثيرة في جنوب افريقيا. قال لي الراجل له علاقات متميزة بالاعلام في بلده، واكيد من ضمن طموحه ان في يوم من الايام يتولى مدير فني منتخب جنوب افريقيا، فما فيش حد بيكلمه من جنوب افريقيا بيقول له لا. فليس هو احراج لادارة الاهلي او كثرة التصريحات بمقدار ما هي مجاملة لأصدقاء لي في جنوب أفريقيا، سواء منه أو من وكيلته اللي هي زوجته. فعلشان كده قال لي مش بيتعمد يصرح لجنوب أفريقيا، قال لي ولكن في كلام معاه اليومين دول بنتكلم، بنقول إن دلوقتي المصريين عرفوا إن بتتكلم كتير في جنوب أفريقيا، فبيجيبوا كلامك يترجموه وبيتبني عليه حاجات، وبيتبني عليه زعل، وبيتبني عليه فيدباك ربما لا يخدمك في المستقبل، فسيراعي ذلك مستقبلا. انا بقول لك برضه حصريا ان موسيماني تصريحاته للصحافه الجنوب افريقيا على سبيل المجامله لاصدقائه، وسيراعي مستقبلا عدم الاسهاب في ذلك. ولكن انا عايز اخدك لحاجه، ان انفرادنا ان موسيماني مستمر وانه سيوافق على جميع شروط النادي الاهلي، الاربع شروط اللي وضعوا او ايا كانت الامور، ده بيقتل كثير من خفافيش الظلام. ويمكن يا احمد خليني اخدك سريعا، اللي قالته النهارده مويرا زوجته او وكيلته بيروح لنفس المعنى، لو انت قريت لنا ماذا قالت اليوم. يعني خلينا نقول طبعا ده كان حوار من قبل مويرة زوجة موسيماني ووكيلة أعماله مع إحدى الشبكات أو إحدى الـ يعني وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، وده كان عبر تقنية زوم، بالتحديد طبعا نيوز روم أفريكا الجنوب أفريقية. القناة دي يمكن اتكلمت مع مويرة زوجة موسيماني، وكان حتى بداية الحديث يا عبد الناصر سؤال موجه ليها، هل من المعتاد ان النادي الاهلي يعلن عن طريق رئيسه او مجلس ادارته انه يكون في اجتماع مع المدرب؟ هي قالت فيما معناه انا بعتقد ان هذا الامر عادي، هم كل شويه بيجلسوا معاه، طبيعي ان المدرب يجلس مع الاداره، كان في اجتماع معاه منذ ايام، دي مش المره الاولى اللي بيبقى في اجتماعات فيها مع الاداره، ولكن يمكن هي المره الاولى ان بنرى اجتماع ثم الاعلان عنه امام الجماهير. فبيقول لكن طبعا في اجتماعات بتحصل، من حقنا، انا ما كانتش مفاجاه ليا، يجب نقول فيما معناه ان ما كانتش مفاجاه ليا هذه الاجتماع. يمكن يا استاذ احمد ركز معايا، انا بتكلم على كلام مويره النهارده، ده كلام مويره بالامس، كلام مويره. انا بجيب بس من ما لا البدايه. لا لا احنا دلوقتي في انفراد، مش هنقعد، ما احنا قلنا الكلام ده امبارح، هنكرره ليه؟ انا عايز خلينا يا بيه، بس خلينا نخش، انا عارف الربط اللي انت عايز تعمله، بس خلينا ايوه ندخل في لوب الموضوع لان عندي موضوعات كتيره جدا. صح.
فيمكن ده اللي كان بالامس طريقه الحديث معاك، النهارده بتتكلم على ان الراجل مكمل وان مستقبله في النادي الاهلي، وفيما معناه اتكلمت على انه ما عندناش مشكله ولم نبلغ بتعديلات في الجهاز الطبي في الجهاز الفني، واتكلمت على يعني النهارده لاول مره بتتكلم على ان ازاي وكيل هي كوكيل اعمال موسيماني سعيد بالاستمرار داخل النادي الاهلي، وان مفيش مشكله لدي مع الجماهير على عكس ما يتم ترديده في بعض وسائل الاعلام. هي بتقول هل الكل خلاص انتهى من التنبؤ؟ يعني انتوا خلاص الناس توقعت وتنبأت وكده؟ اجتماع الاداره ما فيهوش اي جديد عن مستقبله مع النادي الاهلي، الاجتماع من اجل التدعيمات ومن اجل العناصر في الفتره القادمه ومن اجل اضافه بعض العناصر للفريق في الفتره القادمه والجهاز الفني، يعني ابتدت تغير طريقتها من مش عايز اقول من انتقاد او من عدم تقبل للفكره لمسانده ودعم ومسانده لزوجها ومسانده لقرار النادي الاهلي، يعني المسانده لقرار النادي الاهلي، وابتدت تقول فعلا ان ده امر طبيعي وان ده امر بيحدث في الفريق. ويمكن حتى انا علمت ان كمان انا بس يعنيني يا استاذ احمد ان السطر الاخير اللي هي قالت نحن باقون ومستمرون ايوه اللي يعنيني بس ده تاكيدا لانفرادي بس. بالفعل وهي قالت نحن باقون ومستمرون في مشروعنا ومع النادي الاهلي. أيوة. ويمكن برضه ونفت نفي تام يا جماعه ان يكون في كلام مع اي فريق يمينا او يسارا. صح، لان البعض اتكلم على بعض الانديه القطريه كالعاده يعني خلال الساعات الماضيه، فهي نفت اي عروض واي امور، ومش عايز اقول لك زي عبد الناصر يعني، وانا بتكلم معاك دلوقتي في تصريحات برضه لاحدى الصحف في جنوب افريقيا يمكن بتنفي نيه موسيماني الرحيل وبتنفي. بص يا حبيبي، ما ده بياكد لك الكلام اللي قاله لي صديق موسيماني، قال لي ان ما فهم خطا سيراء خلال الساعات القادمه، وعلشان كده انا كنت متوقع ان الصحافه الجنوب افريقيه خلال بكره خلال النهارده او الساعه تبدا تاكد على ان موسيماني مستمر في مشروعه مع الكابتن محمود الفضل. لدرجه يا عبد الناصر انا بعض الناس ويمكن بعض حبايبنا واصحابنا اخيرا لو سمحت، النهارده الناس بتتكلم تصريحات زوجه موسيماني وتصريحاتها اليوم واختلافها عن الامس، وده اللي كنت ربط اللي عايز اقوله يؤكد بقى انفراد حضرتك وان الموضوع بقى فيه وجهه نظر مختلفه، فده اللي بياكد الانفراد والتحول في وجهه النظر ما بين عدم تقبل الانتقاد وما بين مكملين في المشروع ومتقبلين وما عندناش مشكله خالص. والاهم في كل ده ان احنا بنتكلم على تدعيمات واضافه عنصر جديد، الموسيماني ما عندوش مشكله لان احنا مكملين في مشروعنا في النادي الاهلي وبننتظر اجتماع السبت وبنحترم مجلس اداره الاهلي وقراراته. فالتغير في التصريحات يؤكد وجهه نظر حضرتك ما فيش شك. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات.